يعيش عمر ابن عبد العزيز 40 سنة وذكره الطيب إلى قيام الساعة، ويعيش كثير من علماء المسلمين 40 بل 30 و50، وتجد أثره وذكره والنفع المتعدي، الأمة بكاملة تنتفع من علمه ويتخرجون على كتبه، وهو ما عاش إلا 30 سنة أو 40 سنة. لا شك أن هذه الزيادة المعنوية أنفع للواصل من الزيادة الحسية، لأن العمر هو عبارة عن هذه الأيام، فماذا عما يوضع في هذه الأيام التي هي في الحقيقة خزائن يودع فيها الإنسان ما شاء مما يسوء أو مما يسر. افترض أن شخص عاش 100 سنة، أو بعدين السبت الأحد الاثنين، السبت الأحد الاثنين، صيف شتاء صيف شتاء، أو بعدين انتهى لا شيء. فالعبرة بمن يستغل هذه الأيام. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما يفيد هذا، ما ينفع لو عمروا عمر نوح، ما يفيد. العبرة بما يودع في هذه الخزائن، العبرة بما يودع في هذه الخزائن. فعلى الإنسان أن يستغل هذه الأوقات وهذه الأنفاس التي هي في الحقيقة عبارة عن عمره ونفسه.